السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على ملوي خامر بطريقة شناك، كيجي لذيذ بزاف، ساهل في التحضير ولذيذ. كنتمنى انه ينال اعجابكم. لما نطول عليكم خليكم تتابعوا معي الوصفة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. ودائما كنحط مع الجوج، كنتمنى انكم تنتظروني ونخليكم مع الفيديو. غادي نبدا على بركه الله. وغادي نحتاجو في هذا الملوي الخامر غادي نحتاجو جوج زلايف ديال الطائع مع زلافه ديال الطائع الفينو. غادي نحتاج خماره ديال الحلوه فيها 8 غرام، شويه ديال الملحه تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال خميره الخبز او خميره فوريه. غادي نحتاج نص كاس ديال الزيت المائدة ونص كاس ديال الزبدة. وغادي نحتاج كذلك المدافي باش غادي نجمع هاد العجينة. نبداو على بركة الله. غادي ناخد الإناء اللي غادي نعجن فيه، ممكن تعجنوها بإيديكم. غادي ندير جوج زلايف ديال الطعيق. بسم الله. غادي نزيد عليه زلافه ديال طقيق الفينو او طقيق القمح، نص معلقه صغيره ديال الملحه، غادي نزيد واحد خماره ديال الحلوه فيها 8 غرام، سمحوا لي ما ذكرتش في المقادير، عندي بيضه وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده. غادي نضيف السكر سنيده، غادي نضيف معلقه صغيره ديال خميره الخبز، غادي نضيف بيضه، نص كاس ديال الزيت. كنديروا جميع المكونات مع بعضياتهم في مره واحده. وغادي نضيف نص كاس ديال الزبده، تقريبا واحد ربع معلقه كبار ديال الزبده. اكتفيت بثلاثه المعالق كبار ديال الزبده عامرين مزيان. دابا غادي ندير كلشي يتعجن، وغادي نعجنو بالمدافي، ممكن تعجنوه بالحليب دافي. غادي نعجن العجينه ديالي بالمدافي، ما نكثرش، ندير غير بشويه بشويه. صافي دابا كيف كتشوفوا معايا العجينه ديالي ها هي تلكات مزيان، كنخليها مرخوفه شويه. دابا التلكات غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها، حيت دابا كاين البرد بزاف، غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد الساعه. ممكن انكم مثلا تسخنوا الفران وكتطفيو وتحطوا حداه العجينه باش دغيا تخمر لكم ودغيا ترتاح. هدايا سكتينا سكتينا، دير الحس هدايا. صافي دابا غادي نخليه يرتاح ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما ترتاح لنا العجينه. صافي دابا من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي مزيان، دازت تقريبا ساعه، غادي ناخذ العجينه ديالي كيف كتشوفوا. غادي نرش شويه ديال الطعيق في البلاصه اللي غادي نخدم فيها، غادي تكون شويه كبيره البلاصه اللي غادي نخدم فيها باش نسرح فيها العجينه كامله. غادي نحط العجينه ديالي، بسم الله، غادي
غادي نديرها على شكل مستطيل. نرش مره اخرى الدقيق، غادي نسرحها رقيقه بالمدلك. غادي ندير على شكل مستطيل، ممكن تقسموا العجينه على جوج، انا غادي نديرها كامله في مره. دابا كيف كتشوفوا معايا سرحت العجينه ديالي بشكل طولي بحال هكا. وهذا هو السمك ديالها، يعني تكون رقيقه ما امكن. غادي ناخذ الزبده وغادي ندهنها، غادي ندهنها كامله بهذه الزبده. بهذه الطريقه هذه كنديروا كميه كثيره من الملوي، وفي نفس الوقت ما كياخذش لينا الوقت كثير. دغيا كي ماشي بحال الا صايبنا كل وحده بوحدها، كياخذ شويه ديال الوقت. غادي ندهن الزبده، من الاحسن الزبده تكون بحراره المطبخ باش يسهل عليكم دهنوها. انا يلا جبتها، غادي ندهنها غير بايدي باش تسهل عليا. كندهنها كامله باش تجينا مورقه. دابا غادي ناخد الفينو وغادي نرشو على العجينة كاملة. هاد الزبدة والفينو هما اللي تيخليو الملوي ديالنا يجي مورع. دابا غادي نبدا نلوي في الملوي ديالي او في العجينه، ما نزيروهاش يعني نخليوها مرخوفه شويه كيف كتشوفوا معايا. الطريقه سهله بزاف. انا غادي نديرهم صغار شويه، نتوما على حسب الحجم اللي بغيتو. دابا كيف كتشوفوا معايا صافي لويتو كامل. طريقه سهله بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها حيت ما غاديش تاخذ لكم الوقت كثير. يعني ممكن انكم تاجنوها وتخليوها تمشي تقضيو غراضاتكم وتجيو صافي كتصيبوها ديريكت وديروها في الفران. دابا غادي نقطعها دوائر بالحجم اللي بغينا. كيف غادي تشوفوا معايا نقسمها في الاول على النص باش يبان لكم مزيان. غادي ندير تقريبا واحد 4 سنتيمتر هنا، مازال غادي نكرسوهم. كيف شفتوا طريقه سهله بزاف. صافي دابا من بعد ما قطعتهم كاملين كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، غادي ناخذ اللاطه اللي غادي نحط فيها اولا، بعدا غادي نقرصهم شويه كيف كتشوفوا. انا غادي نديرهم صغار شويه ماشي كبار، ولكن خصنا نقرصوهم نيت. وغادي نغطيهم مره اخرى ونخليهم يخمروا. كنقرصوهم مزيان باش ما يجيونيش غلاض. غادي نحطهم في اللاطه ديالي. نقرصهم مازال شويه
غادي نرش شويه ديال الفينو من الفوق، نقرصهم مازال شويه. نعاود الشكل ديالهم. ممكن ندهنوا اللاطه غير بالزيت او بالزبده. غادي نعاود معكم وحده اخرى. غادي نرش شويه ديال الفينو من تحت وكنضغط على الملوي ديالي. غادي نرش شويه ديال الفينو صافي. غادي نستمر بنفس العمليه حتى نكمل الكرات اللي عندي كاملين او الملوي اللي عندي كامل. مهم حاولوا انكم ترقعوهم مزيان باش ما يجوش غلاط. صافي دابا من بعد ما كملت الملوي ديالي كيف كتشوفوا هما هنا، وكيخرجوا لينا كميه كثيره بهذه الطريقه وما كياخذش الوقت كثير بطبيعه الحال. دابا غادي نغطيهم ونخليهم حتى كيخمروا، باش فاش يخمروا غادي ندهنهم بالزبده وندخلهم للفران اللي غادي يكون سخون ان شاء الله درجه الحراره 180 درجه. ودابا نخليكم في امان الله. بسم الله كندهنهم كاملين باش يجيونا محمرين. والفران درتو كيسخن من قبل درجه الحراره 180 درجه. غادي نشعل لهم في الاول غير من التحت حتى كيطيبوا، وكنشعل لهم من الفوق باش يتحمر لينا الوجه ديالهم ونقدموهم بالصحه والراحه. صافي دابا كيف كتشوفوا الملوي ديالنا ها هو طاب، كيتحمر وكيجي رطاب من الداخل. غادي نوريكم كيف تيجي بقى سخون. يلا خرجتو كيجي مورق. صافي هذا هو الملوي ديالنا من بعد ما طاب. كنتمنى انه ينال اعجابكم. كندير عليه شويه ديال العسل، كيجي لذيذ بالعسل. هي خويطات هكا. نخليكم ونطلعوا ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده مع الجوج. دائما مع الجوج انتظروني، ونخليكم في امان الله.